دلوقتي انت عارف الزمالك عدى بموسم صفري، شايف الزمالك المفروض يعمل ايه علشان ما يكررش نفس ان هم يقلدوا الاهلي مثلا كده، والاداره محتاجين يظبطوا الاداره ويعملوا صفقات. لا ما اعرفش والله، هو انا عايز يمر بنفس الموسم تاني الصراحه. يفضل زي ما هو. انا اهلاوي. هو على العموم بس كده هم ما يتغروش في نفسهم، يعني الاهلي فريق كبير والاداره هي اللي ماسكه الدنيا. المشكله في الزمالك مش مشكله لعيبه، مشكله استقرار، ومشكله ان مفيش اداره ماسكاهم. لو انت بصيت على الاهلي، الاهلي بيقع تاني سنه بياخد كل حاجه، وان شاء الله يعني يفضلوا هم بالفكر اللي هم فيه، والاهلي يفضل ياخد وفتوح وزيزو هيجوا برضه. والله يعني يصرف يجيب صفقات حلوه كده، مثلا حاجه زي كده عشان ما يقعش تاني زي الموسم ده. المفروض ان هو اول حاجه يدي اللعيبه مستحقاتها، ده قبل اي حاجه، عشان اللعيبه اصلا ما بتلعبش عشان هي ما بتاخدش باقي فلوسها. تاني حاجه يجيب مدير فني يكون فاهم. هو المدير الفني اللي دلوقتي بيلعب بخطه حلوه، بس هو بيلعب بثلاث مدافعين وما عندوش الاثنين بتوع نص الملعب اللي هم ايه يقدروا يدعموا الهجوم، فعشان كده شفنا المنظر اللي حصل قدام الاهلي. وتاني حاجه يعني يدعم بلعيبه ثانيه، في لعيبه كتير في الدوري المصري حلوه تيجي الزمالك، زي ابراهيم عادل، زي احمد رضا بوبو، في كام لعيبه جامدين قوي. محتاج لعيبه، محتاج دفاع، محتاج صفقات حلوه. يعني انا شايف الفرقه كلها تتغير المفروض. والله مين احسن لعيب في الزمالك؟ هو زيزو ونصر منسي برضه عمل حاجات حلوه. شايف ان دفاع الزمالك كان وحش الموسم اللي فات؟ لا وحش قوي، يعني وحش بطريقه وحشه. والله وانا من وجهه نظري يعني منع ان حد يتكلم كتير في الموضوع ده. خلي يعني اي فرقه في العالم مثلا، ابدا اقفل على الفرقه بتاعتك، ابدا مثلا شوف انت ناقصك ايه في المناطق المعينه مثلا، كهجوم، كدفاع، كخط نص، كجون، وبعدين ابدا خليهم مثلا يعني يحبوا الفرقه اكتر. ما حبك للفرقه ده هو اللي هيخليك تقدر تجيب لها بطولات. ما انت مش حابب المكان اللي انت فيه، مش يعني مش هتقدر تعمل يعني انتاج ليه، فاهم قصدي؟ بس فمنع لاي هري كتير بصراحه بيتقال على السوشيال ميديا وما اعرفش مين. وبعدين يا جماعه بطلوا تعبدوا اللعيبه، مفيش كيان او فرقه تقف على مكان، صح ولا غلط؟ يعني قصدي مفيش كشخص ان هو انت كشخص خلاص النهارده موجود، هتحترم المكان اللي فيه هتفضل موجود، مش هتحترم المكان اللي فيه المكان هيفضل وانت اللي هتمشي. انا شايف ان هو مشي عدد كتير من اللعيبه فرقت مع الفريق، زي بن شرقي وامام عاشور ومحمود علاء وجنش، فدول طبعا فرقوا جامد، ومصطفى محمد طبعا ومصطفى فتحي، فدول طبعا مشوا ما عوضوش بدلهم، جابوا لعيبه من السوبر خالص ما يستحقوش ان هم يلعبوا في الزمالك اصلا، مش دول اللي يمثلوا الزمالك، يعني مش دول ان يلعبوا في نادي الزمالك، ما عندهمش روح، ما عندهمش اي حاجه، بيلعبوا عشان الفلوس وكده اهوت والشهره. والصراحه محتاجين من المستشار المرتضى ان هو يدعم شويه، يجيب لنا رجاله بن شرقي، يرجع لنا حد من الناس ديت، لان دول كانوا فرقه تصعدت بيهم 2020 قدام الاهلي نهائي افريقيا، وانت بالك قد ايه ما بتصعدش. ان شاء الله ربنا مع الزمالك. المفروض يعني يظبط حاله في الفرقه، مدرب يغير من اللعيبه شويه، يعني يشتغل على البدني ويشتغل على سرعه اللعيبه والمهاره وكده. شايف ان الزمالك المفروض يعمل ايه علشان ما يكررش نفس الموسم السنه؟ والله انا شايف لازم يبدلوا اولا الاداره، لان الاداره يعني بيبيعوا لعيبه كتير اصلا من الزمالك، اهم اللعيبه بتمشي السنتين اللي فاتوا، فكل ما اللعيبه المهمه بتمشي النادي طبعا مستواه بينزل طبيعي. والله بص يعني يركزوا في نفسهم بس كده، ما يبصوش على الاهلي، يعني ما يبصوش ان اي حاجه بتحصل ليهم ان النادي المنافس بتاعهم هو السبب فيه. يعني ركز في نفسك انت، ركز ان انت تقدر ان انت تعمل اي حاجه، طلع كل اللي عندك، خلي اللعيبه عندك يبقى حاسين بالانتماء بتاعهم، ان هم شايفين ان اللي قدامهم ده النادي عندي انتماء ليه، مش يبقوا زي اي حد كده يدخل النادي وخلاص. لازم يبقى الدنيا معاهم يشجعوا الفانيلا اللي هم لابسينها، طول ما هم حاسين بالفانيلا التيشيرت اللي هم لابسينه هم هيأدوا اللي عليهم، غير كده ولا اي حاجه هتحصل. يعمل ايه؟ هو اول حاجه يختار مدير فني كويس، تمام؟ هو المدير الفني هو يعتبر بيبقى 99% من نجاح الفريق نفسه، اللي هو بيختار اللعيب بالمكان بتاعه، الزاويه بتاعته كويسه. انت بتيجي بتلاقي في اوقات كتير في متوشه كتيره لعيب مش في مكانه اصلا، بيبقى لعيب باك شمال بتلاقيه هو بيلعب ازاي،
لا انت في اماكن انت المفروض تختارها للعيبه بتاعتها اللي هو بيلاقي فيها الكاريزما بتاعته، اللي هو بيلاقي نفسه فيها، فاكيد هتلاقي ناتج. لكن انت سايبها كده دي حاجه تانية خالص. هتلاقي اكيد طبعا اللي انت بتشوفه التدهورات اللي بتحصل معاهم ده، هتلاقي في حاجات كتيره خطوات بتطلع هو بيبقى بدون وعي فيها، بس هو مش عارف يديرها، مش عارف ان هو يحط المكان الحد المناسب في المكان المناسب بتاعه. بس يعني ابتدي بقى ان هم يغيروا النظام ويغيروا الخطط بتاعتهم ويغيروا يعني يغيروا رئيس النادي ذات نفسه. يعني انا بصراحه بحسه مش ناقصه حاجه قوي، او هو يعني تمام وكل حاجه، بس هو كنادي اصلا غريب. يعني هو ليه اصلا ما بيكسبش؟ يعني على الرغم من كل ده والامكانيات اللي عنده دي كلها، وبرده نادرا لما بيكسب، دي حاجه غريبه قوي مش فاهم. يعني اول حاجه الاداره بتتدخل كتير جدا في شؤون المدير الفني، وده ما بيديهوش راحه كبيره جدا. تغيير المدراء الفنيين طبعا مشكله اساسيه كبيره، ان انت كل شويه بتغير مدير فني ومش بيلحق يتاقلم مع اللعيبه. اللعيبه نفسها ما يعني كثره المرتبات والدخل العالي للعيبه يعني له تاثير كتير جدا. انت ما بقاش يلعب بروح الفانيلا، انت بقى يلعب بروح الفلوس. في